كلمتك كتير يا هند، أكيد مصدومة بعد اللي كتبوه عن باباكي، بس بليز طمنيني. أيوة يا أستاذ منير، هند سالم معاك. إيه الكلام اللي أنتوا كاتبينه عني ده؟ إزاي تعملوا كده؟ ده أنتوا يعني واحد من المواقع القليلة اللي أنا كنت بقول إنها محترمة، إزاي تكتبوا عني كلام من غير ما تتأكدوا إن كلام حقيقي؟ إزاي؟ فين الأمانة الصحفية؟ تعرفني؟ تعرف حاجة عن حياتي؟ تعرف بابايا؟